انا برضو كالمعتاد زي ما بستفيد بوجود حضرتك معانا، وبشوف لو في اي احداث اخرى احنا مش على علم بيها، او حضرتك في احداث مهمة تحب تقولها لنا النهاردة. يعني طبعا احنا الفترة الأخيرة دي بس ما كانش عندنا يعني تفاصيل كتيرة غير موضوع برضو كنيسة أخنين، لأن نيابة الأنبا بالفعل تقدم بطلب برضو للمكان اللي اتقفل في أخنين الشهر اللي فات، ويعني الطلب حتى الآن يعني لم ينظر بشكل يعني إيجابي في إعادة فتح المكان هي كان مقدم مرة أوراق تانية. تقنين ولا ده موضوع برضو زي شبه لا لا كده؟ لا لا، المكان متقدم وطبعا اوراق تقنين، لكن هو قدم طلب ب يعني اعاده فتح المكان اللي تم غلقه لانه طلب المكان مع بيبقى اتقفل. الطلب ده يقدم للأمن ولا لجنة التقنين برضو؟ لا، اتقدم للامن للمحافظ يعني. تمام، ولكن لم يتم الرد عليه. لا، لسه لم يتم الرد عليه. الحاجه اللي الحقيقه انه خبر انه كلنا او نيابه الانبا بيجنيتوس مطران صمالوط، الناس كلها دايما بتسال عن ماسيو، والحقيقه انه سيدنا مهتم جدا بالموضوع وبيعد يعني مذكره هيقدمها للخارجيه والسفاره الليبيه هنا علشان يتم استعاده جثمان الشهيد ماسيو، لأنه هو يعني مصر جدا انه هذا الشهيد انه يرجع اللي مرة هم تاني طبعا الشهيد ويكون رقم 21 مع ال20 شهيد من الرحيم. قرى صمالوط ومطاي، يعني طبعا وفي الكنيسة تمام. دلوقتي. تمام، فيعني الأنبا بفنوتيوس مازال بيسعى للموضوع. طب هو كان في ناس سألوا سؤال، وكويس حضرتك فتحت الموضوع ده، الناس برضو قالوا هو ليه في ليبيا، ليه أهله ما استلمهوش؟ ما حدش، لازم حسب الإجراءات القانونية دكتورة منى، لازم سفارة بلاده تتقدم بطلب وموقع وإقرارات من أسره بعد تحليل الدي إن إيه علشان يتم استلامه زي ما حصل مع شهداء لكن الأقصى عندنا. حضرتك يعني دي معلومة مؤكدة يا أستاذ نادر إن هو مازال جثمانه في ليبيا، وإن في يعني تواصلات من الأنبا إحنا بفنوتيوس علشان يجي وينضم لجثمان الشهداء اللي طبعا يعني هو استشهدوا معاه في نفس اليوم. تمام. بالفعل هيحصل مخاطبات رسمية علشان يتم استعادة الجثمان مرة تانية، أو بمعنى أصح أن يكون في رد حوالين وضعية الجثمان أو الشهيد ماسيو في ليبيا. يعني إحنا محتاجين رد قاطع من صحيح. الخارجية أو من السفارة الليبية حوالين وضع الجثمان، لأنه عايز أقول لك أن كل الأسر الشهداء في العور كلهم يعني نفسهم أن الشهيد ماسيو يرجع، طبعا. ودايما دايما السؤال عليه بشكل مستمر كتير. صحيح. الحاجة اللي برضو من يعني إحنا كان في جلسة اتعملت على فكرة قبل أسبوع الآلام في كوم الراهب وفي صمالوط، وتم يعني حصلت قاعدة ما بين الطرفين وجود أمني، وحصل اتفاق أنه يتم إعادة فتح المكان، تمام. ويعني توصلوا إلى هذا الأمر أنه تم يعني وضع قانون، وبالفعل يعني حصلت كده جولة في القرية، لكن وقتها حصل خروج لبعض الشباب يعني يعترض على هذا الأمر، وكان وقتها تم القبض على مجموعة من الشباب في كوم الراهب، لأنه الأمن يعني كان واخد موقف أنه لازم يعني يتم تطبيق ما توصلوا إليه في الجلسة أنه يتم فتح المكان، ويعني حدد قال أنه هيتم فتح وقت يعني في وقت قريب، وده اللي منتظرينه. لكن طبعا الدنيا كلها يعني تم يتوقفت علشان يعني أسبوع الآلام والعيد والصلوات وعمليات التأمين لعدم حدوث أي مشكلات، والمفروض إن احنا يعني يكون في انتظار بعد انتهاء العيد للموضوع هيكون أو هيوصل ليه بالضبط في كوم الراهب. يا مسهل يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ نادر، شكري على طبعا غالبا انا ال3 موضوعات دول ما كنتش اتكلمت عنهم خالص، وبشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنتابع برضو مع اهل قرية عزبة نجيب الكافور، وربنا يا رب يتمجد كده في كل الكنائس دي اللي هو زي ما بنقول وزي ما قالت استاذة نادية هنري، عايزين المسيحيين يصلوا يا جماعة. شكرا جزيلا استاذ نادر شكري الصحفي المعروف. زي ما احنا كنا اتكلمنا كده في النص، واتكلمنا عن موضوع بالارقام جهود الدولة لتقنين وتطوير الكنائس،
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بالأمس انفوجرافيك بيتكلم فيه عن الكنائس، وزي ما انتم شايفين كده على أساس التوزيع الجغرافي أو الكنائس والمباني اللي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين الأوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الانفوجراف الأول إن نتائج أعمال اللجنة لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 512 كنيسة فضلا عن 325 مبنى، بالإضافة ل 30 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، ليبلغ بذلك عدد إجمالي ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية من 3700 تقريبا. يعني احنا لسه برضو ماشيين بالريتم البسيط، فيعني نتمنى ان الدنيا تكون احسن. وبنقول تاني للجنة ارجوكم بصوا للكنائس اللي هي مغلقة، اللي اغلقت بالرغم من انه كان في بيان وموزع خطاب انه مفيش كنيسة تكون مقدمة اوراق تقنينها هتتقفل، فلكن احنا عندنا كذا كنيسة قدمت اوراق التقنين واتقفلت. الانفوجرافيك التاني ده اللي انتم شايفينه دلوقتي التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني اللي تم توفيق اوضاعها، وزي ما انتم شايفين كل كنائس فين مثلا 7 كنائس وخمس مدن، 5 كنائس وجايبين لك التواريخ اهو 2014 2015 2016 2018 و2019، وجايبين كمان ترميم وتأهيل الكنائس الأثرية، وجايبين زي ما انتم شايفين كده افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، 6 كنائس تم تنفيذها بمدينة حدائق اكتوبر، لحتى الكنائس الجديدة، يعني حتى الكنائس في المناطق الجديدة زي ما انتم شايفين كده، يعني من 2014 ل 2019 الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، واللي شملت افتتاح الكاتدرائية اللي على الجنب اللي انتم شايفينهم دول بداية من اللون الأصفر شوية ده، وبعدين 6 كنائس بمدينة حدائق اكتوبر، 7 كنائس جاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، العالمين، غرب قنا، العبور الجديده، شرق بورسعيد، اكتوبر الجديده، غرب اسيوط، وفي 66 كنيسه وملحقاتها للطوائف الثلاثه الارثوذكسيه والانجيليه والكاثوليكيه في المنيا، تمت الموافقه على اعمال الاحلال والتجديد لها ما بين مباني الخدمات وسكن للرعاه خلال الفتره اللي هي سبتمبر لديسمبر. هم مركزين شويه على المنيا يعني لو تاخدوا بالكم. وفيما يتعلق بجهود الدوله في ترميم وتاهيل الكنائس الاثريه، تم ترميم كنيسه السيده العذراء المعلقه بمصر القديمه بتكلفه 101 مليون جنيه، فضلا عن ترميم دير الانبا بضابه بنجح حمادي بتكلفه 4 ملايين جنيه، وترميم دير الانبا بشوي بوادي النطرون، وكنيسه ابي سرجه بمصر القديمه، اغلبيه الحاجات دي اللي هي في اطار مسار العائله المقدسه. بالاضافه انه وبيقال برضو انه كان على نفقه الكنيسه بنسبه انجاز 100%، بالاضافه انه جاري ترميم 19 كنيسه ودير اثري على مستوى الجمهوريه، وتاهيل وتطوير كنائس مصر القديمه وفم الخليج. وبالنسبه لمشروع احياء مسار العائله المقدسه، تم تشكيل لجنه مختصه لادراج مسار العائله المقدسه على قائمه التراث غير المادي لليونسكو، ودي حاجه جميله. وجاري اصدار كتاب عن مزارات العائله المقدسه في مصر. كل ده جميل، بنشكركم جدا عليه طبعا، ما نقدرش نقول اي حاجه، ولكن أرجوكم اهتموا بالكنائس اللي هي أغلقت وهي مقدمة أوراق تقنينها، ويعني نتمنى إن هي ما تتأجلش لآخر خالص، وإنه في نفس الوقت برضو الريتم يكون أسرع سنة، لإنه يعني أسرع كتير، لإنه إحنا بنتكلم على 3700 كنيسة ومبنى مقدمين أوراق تقنينهم.